مرحبا، معنا بتجربة اليوم الرينج روفر فيلار. هاي السيارة اللي بتقع بين طرازات رينج روفر، بالضبط بين الرينج روفر ايفوك والرينج روفر سبورت، وهي اجت محاولة من رينج روفر لحتى يتماشوا مع سوق الاس يو في اللي عم تغير دائما، مع طرح سيارات من بورش مثل المكان، من مازيراتي مثل الليفانتي، او من مرسيدس مثل الجي ال سي، وطبعا الشقيقة الميكانيكية لهي السيارة من جاكوار وهي الاف بيس. وطبعا اجى هذا الرد مع الفيلار من رينج روفر ليعطينا كل اللي بنعرفه من العراقة والكلاسيكية الموجودة بسيارات رينج روفر وأدائها العالي على الطرقات الوعرة بمواصفات وشكل رياضي وشبابي وتقني حديث. تعالوا نتعرف أكثر على رينج روفر فيلار ونشوف مدى نجاح رينج روفر بأنه تعطينا هاي التوليفة المختلفة من المواصفات. وطبعا مثل ما بقولكم دائما، لا تنسوا انه تشتركوا بقناة يلا موتور على اليوتيوب وتفعلوا التنبيهات لحتى تشاهدوا اخر تجاربنا دائما. من ناحية التصميم عم تستقي الفيلار كثير من لمسات التصميم من كل من الرينج روفر سبورت والرينج روفر ايفوك، فالمقدمة عم تذكرنا كثير بالرينج روفر سبورت مع انحناءات انسيابية أكثر، وفي طابع رياضي عم نحصل عليه بالشبك الأمامي وشبك الانتر كولر بالأسفل، وطبعاً عم نحصل على الإضاءة النهارية اللي تعودنا عليها على سيارات رينج روفر هلا. وطبعا السيارة عم تاخذ طابع انسيابي ورياضي اكثر من الجنب، خاصة مع خط السقف اللي عم بكون منحني للاسفل والخط السفلي للسيارة اللي يكون منحني للاعلى، وعم نحصل على شبابيك اضيق بكثير مثل اللي عم نحصل عليها بالرينج روفر ايفوك. وطبعا مثل ما قلت انا قبل انه في طابع تقني بهاي السيارة عم نحصل عليه بالتصميم الخارجي بمسكات الابواب اللي هي مخبأة داخل الباب واللي طبعا بتطلع لبرا لما انت تحتاج تفتح الباب. اما من الخلف انت راح تميز الرينج روفر فيلار فورا من الاضاءة الخلفية اللي هي عم تمتد اكثر لداخل جسم السيارة وعم تكون اصغر بكثير من اللي بنحصل عليها بالرينج روفر سبورت. اما من ناحية الاكزوست فعم نحصل على فتحتين كبار للاكزوست مدمجين داخل تصميم السيارة. طبعا من الداخل الفيلار عم تعطينا كل شيء بنتوقعه من فخامه بسيارات الرينج روفر، مع استخدام لجلد مخيط من لونين على التابلو وعلى كراسي السياره وايضا على مقود السياره. وفي حركه حلوه عملوها بمقود السياره انه دخلوا حلقه من المعدن بمقود السياره لتزيد من فخامه المواد المستخدمه داخل السياره، وايضا استخدموا نوع من المخمل او الالكانتارا على سقف السياره وحتى على اعمده السياره. وفي عنا استخدام لنوع من الزجاج الأسود اللامع على الكونسول الوسطي هون، وأيضا على الأبواب كمان بزيدوا من فخامة المواد المستخدمة بالسيارة. والمكان الوحيد اللي قدرت ألاقي فيه بلاستيك مستخدم بهاي السيارة هو أسفل الكونسول الوسطي هون وعلى أماكن التخزين بالأبواب، ولكنها بتضل بعيدة عنا. ولكن من أحلى الأشياء الموجودة بالفيلار بالداخل هم استخدامهم لشاشتين كبار موجودين هون لتتحكم بمختلف الأنظمة الموجودة بالسيارة، بدل ما نحصل على لوحة من الأزرار الكتيرة. فلما تكون السيارة مطفية احنا بنشوفهم كلوح زجاجي أسود بالكامل، ولما نشغل السيارة الشاشة اللي بالأعلى بتعطينا تحكم بنظام النافيجيشن أو الملاحة، نظام البلوتوث للاتصال، ونظام الترفيه الموجود بالسيارة. وعلى ذكر نظام الترفيه فهو من شركة ميريديان، نظام صوتي ب 23 سماعة، منلاقي منهم 3 موجودة على الأبواب، على كل من الأبواب الأمامية الموجودة بالسيارة. نظام صوتي بيعطيك صوت يفوق الوصف فعلاً. وأما اللوحة الثانية فعدا أنها لوحة لمس فيها هدول القرصين اللي بتتحكم فيهم بوظائف مختلفة حالا تتغير على حسب اللائحة اللي انت فيها. فلما تكون بنظام التكييف الأوتوماتيكي تتحكم بدرجات الحرارة أو قوة المروحة، ولما تكون بلوحة الكراسي
فأنت بتتحكم بنظام التبريد والتدفئة للكراسي وأيضاً بالمساج الموجود بالكراسي، ولما بتكون بنظام الاستجابة للتضاريس فأنت تتحكم بوضعيات القيادة عن طريق القرصين. ولكن مع استخدامي لهي السيارة ليومين كاملين في عندي ملاحظتين على هاي التركيبة من الشاشتين. الملاحظة الأولى إنه لأنهم من موجودين من زجاج لامع كتير، فأنت راح تجذب بصماتك على اللمسة عليهم، فراح تلاقي أثار لبصماتك دائما موجودة عليهم، فأنت راح تضطر إنك تنظفهم دائما. والملاحظة الثانية والأهم إنه أنت استخدام هدول الشاشتين سهل كتير والسيارة واقفة هيك، ولكن لما تكون عم تقود السيارة فصعب كتير إنك تستخدم هاي الشاشتين للتحكم بالأنظمة بدون ما تشيل عينك عن الطريق. ولهيك كمان ما اكتفت رينج روفر مع الفيلار إنه تعطينا هدول الشاشتين، بل بدلوا لوحة العدادات أيضا بشاشة كبيرة أمام السائق تظهر له معلومات مختلفة بيقدر هو يخصصها عن طريق الأزرار الموجودة على المقود. فأنت بتقدر تظهر معلومات مثل حتى الخريطة بالكامل أمامك لحتى ما تشيل عينك عن الطريق. طبعا تقدر تغير شكل هاي العدادات والمعلومات عم تظهرنا مثل ما قلنا عن طريق الأزرار الموجودة على المقود، واللي هي كمان عبارة عن قطعة سوداء بالكامل فيها أزرار بتغير وظائفها حسب الوظيفة اللي أنت عم تستخدمها، وطبعا هي حساسة لللمس. ولما نيجي نتكلم عن التجهيزات والأنظمة الموجودة بالفيلار فطبعا حدث ولا حرج، هاي السيارة مزودة بنظام تثبيت سرعة تكيفي، نظام مساعدة لإبقائك بالمسار، نظام تنبيهك بالنقطة العمياء، نظام مساعدتك لركن السيارة أوتوماتيكياً، نظام تنبيهك بأي اصطدام محتمل، نظام تكييف أوتوماتيكي موجود بالأمام وبالخلف، طبعاً مع كراسي الجلد اللي حكينا عنهم في مساج، نظام تدفئة وتبريد للكراسي، وعشرين حركة مختلفة لتعديل وضعية الكراسي، وطبعاً السيارة عم تيجي مع فتحة سقف بانورامية بالكامل. ومع أني ذكرت كل هاي المواصفات أنا متأكد أني نسيت بعض المواصفات الموجودة بالرينج روفر فيلار. نسخة الرينج روفر فيلار المعنى اليوم هي الار دايناميك بي 380، وعم تحصل على محرك V6 سوبر شارج بسعة 3 لتر عم بيولد مثل ما اسمه بيقول طبعا 380 حصان و450 نيوتن متر من العزم. هذا عم بيجي متصل مع جير اوتوماتيكي بتغيره من 8 سرعات، طبعا بتغيره بهذا القرص. هذا عم بيعطيك اداء للسيارة بيوصل لتسارع ل 100 كيلومتر بالساعة ب 5.7 ثانية، وسرعة قصوى بتوصل ل 250 كيلومتر بالساعة. ولكن مثل ما قلت لكم هاي السيارة بين طرازات رينج روفر هي مجهزة لتتنافس مع سيارات مثل بورش مكان، مازيراتي ليفانتي، ألفا روميو ستيلفيو. فخليني أوصف لكم قيادة الفيلار أكثر. إحنا هلأ بوضعية كومفورت وعم بقدر التعليق الهوائي للسيارة فعلاً إنه يمتص كل التعرجات والمطبات الموجودة بالطريق لحتى يعطيني القيادة اللي أنا متعود عليها من أي سيارة رينج روفر، قيادة سلسة مريحة هادئة جداً جداً. ولكن لتتنافس مع هيك سيارات بالسوق أنت بحاجة لأداء رياضي، فلما تحول السيارة لأداء الدايناميك لوضعية القيادة الدايناميك فعلاً عم تحصل على تسارع سرعة عالية، ولكن حتى بالمنعطفات عم تحصل على سرعة. ولكن اللي عم تفتقده سيارة الرينج روفر فيلار إنه تعطيني هاي الإثارة والإحساس بالسرعة اللي موجود بهديك السيارات بنفس هاي الفئة. الطريقة الوحيدة اللي ممكن أوصف فيها هاي السيارة لمحبين الرينج روفر إنه هي هاي أكثر قيادة رياضية ممكن تحصل عليها من سيارة رينج روفر. لتحصل على هاي التوليفة من الأناقة، الفخامة، والطابع الرياضي والطابع التقني الموجود بالرينج روفر فيلار، الموضوع راح يكلفك شوي. يعني هلأ إذا رحنا على موقع لاند روفر حالياً وطلعنا على أسعار الرينج روفر فيلار آر دايناميك راح تبدأ هاي الأسعار من 225,225 درهم. ولكن بمجرد ما تختار المحرك الموجود مع النسخة اللي عندنا اليوم وهو الـ P380 راح يرتفع السعر ل 290,000
و955 درهم، ولكن ما تنسى هذا هو السعر ابتدائي لهذه السيارة، فأنت في عندك خيارات وإضافات كتير ممكن تغيرها بهاي السيارة، من لون السيارة، حجم جنوط السيارة، الجلد المستخدم ونوعيته داخل السيارة، ألوان الجلد داخل السيارة، التجهيزات وأنظمة المساعدة الموجودة على النسخة اللي عندنا اليوم، وهذا كله ممكن يرفع سعر السيارة ل 200,000 درهم زيادة على السعر الابتدائي. فأنت لازم تكون مستعد وعارف بالضبط شو الخيارات اللي راح تفيدك باستخدامك اليومي لسيارة الرينج روفر فيلار اللي راح تنوي تشتريها. أرجو أن تكون عجبتكم تجربة اليوم، وتابعونا بتجارب قادمة إن شاء الله.